المواطن هذه الدورة. والسلام عليكم للصحافة المحلية وتطوير الاقتصادية وتعزيز قدراتهم والارتقاء بالأداء. إن وهران تشكل المحطة السابعة في مسار هذه الدورات التكوينية الذي انطلق في نوفمبر الماضي، والذي استفادت منه لحد الآن ما لا يقل عن 40 ولاية من مختلف أنحاء الوطن. ويكرس هذا النشاط أحد محاور سياسة الدولة لترقية وتطوير أداء أسرة الصحافة والإعلام بما فيها الإعلام الإلكتروني والجواري، ضمن مقاربة تتكفل بمختلف شروط وعناصر إنجاح العملية.